اهلا بكم في الهيئه العامه للارصاد الجويه، مركز التحاليل والتنبؤات المنوط اليه ارسال كافه النشرات والانذارات الخاصه بحاله الطقس الى كافه مدن ومحافظات الجمهوريه. طبعا زي ما احنا ما شايفين حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه بتشهدها البلاد خلال هذه الايام. شبوره مائيه خفيفه في الصباح الباكر على الطرق، سواء كانت طرق زراعيه او قريبه من مسطحات مائيه، بالاضافه الى ارتفاع تدريجي في درجه الحراره. شفنا طبعا النهارده على سبيل المثال القاهره سجلت 32 درجه مئويه بارتفاع 3 درجات عن امس. متوقع بكره باذن الله الجمعه ارتفاع اخر في درجات الحراره على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من درجتين الى 3 درجات عن اليوم، بالاضافه الى استمرار الاستقرار في الاحوال الجويه. فرص سقوط امطار خفيفه جدا على مناطق من سواحلنا الشماليه، قد تمتد الى مناطق من شمال الوجه البحري. الرياح معتدله على اغلب الانحاء، بتنشط احيانا على مناطق من القاهره، مناطق من سواحلنا الشماليه، مناطق من شمال الصعيد. هذه الاماكن فقط هي المعنيه بنشاط الرياح على فترات متقطعه خاصه في فترات الليل، بالاضافه الى اطراف في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط وبالتحديد غرب البحر المتوسط، منطقه السلوم، مطروح، اسكندريه. هذه الاماكن قد تشهد اطراف في حركه الملاحه البحريه نتيجه ارتفاع الامواج الى ما يقرب من 3 امتار في عمق البحر المتوسط. اما البحر الاحمر وخليج السويس فهما في حاله اعتدال كامل وملاحه بحريه مستقره خلال 48 ساعه القادمه. شكرا والى اللقاء الاخر.